مشاهدينا اهلا بكم. الكل اصبح كيعرف اهميه الرياضه في حياتنا وانها اصبحت ضروره يوميه لما لها من فوائد عديده، منها انها كتعطي الجسم واحد النشاط والحيويه وانها كتحارب مجموعه من الامراض. واليوم بمكتب الشيخ محمد بن راشد الهاشمي كنشاهدوا هذا الجهاز اللي امامنا اللي هو مفتوح في وجه العاملين ديالو، وهذا يدل على شي حاجه، انما كيدل على حرص واهتمام الشيخ بالرياضه وكذلك حرصه على صحه العاملين ديالو. وعن الرياضة أهميتها وفوائدها كتحضر معنا الدكتورة سيدة رانيا سعيدة. أهلا بك دكتورة. أهلا بك، الله يبارك فيك دكتورة سعيدة. أهمية الرياضة. السلام عليكم. أولا من هذا المنبر تنبغيو يعني نشكروا الدكتور الهاشمي على هذه البادرة يعني الحسنة من الطرف ديالو، يعني كيسمح للموظفين والعمال عنده يعني بترك يعني العمل لمدة ساعة والمجيء للتدريب لمدة ساعة، يعني هذا في صالح يعني العمال ديالو، يعني كنشكروه من هذا المنبر. بالنسبة للرياضة يعني كنعرفوا أن الرياضة عندها يعني فوائد يعني عديدة، يعني تنقولوا عامة أنها مصدر للطاقة والحيوية والنشاط، يعني اللي تيقولها ثلاثة ديال يعني الأسس يعني اللي هي رئيسية، تيقول يعني عندها علاقة مع تنشيط يعني الدورة الدموية، لأن إذا قمنا يعني بتنشيط يعني الدورة الدموية يعني كنقوموا بتنشيط مجموعة من الوظائف في الجسم، فالقلب تيعمل على ضخ يعني واحد الكمية كبيرة من الدم اللي كتمشي وكتوصل لسائر الأعضاء، وملي كتوصل يعني هذه الكميه ديال الدم فهي كتكون يعني ناقله معها يعني مجموعه من المواد الغذائيه واحد الكميه مهمه من الاكسجين، يعني كتخلي دوك الاعضاء كتعمل بواحد الكيفيه صحيه وصحيحه وكتحفز يعني بدايه ديال مجموعه من التفاعلات الكيميائيه والبيوكيميائيه اللي كتؤدي لنا الى تكون مواد اللي هي غذائيه وفعاله للجسم، كما كتعمل على تكون مواد اللي هي سامه يتم طردها عبر التعرق اللي كتخرج من المسام الجلدية. بالإضافة إلى ذلك كان نشطنا يعني الدورة الدموية يتم تنشيط المناعة اللي هي يعني خلايا اللي كتكون في الدم، وعند تنشيطها يعني تنقوم بحماية الجسم من مجموعة من الفيروسات والميكروبات ويعني والمواد يعني الخارجية اللي ضارة بالجسم، يعني يتم منعها من الدخول، وحتى إلى دخلت الجسم ديالنا فهي يعني كتلقى يعني واحد المناعة اللي هي مستعدة للدفاع عن الخلايا والأنسجة يعني ديال الجسم. بالإضافة إلى ذلك يعني الرياضة كتخلي يعني الدماغ كينشط يعني كيستافد بواحد الشكل يعني صحي من السكر الوحيد الذي يتم الذي يتم اختراقه عبر يعني داك الجدار ديال الدماغ، يعني كاين جدار ديال الدماغ اللي هذاك الجدار لا يتم اختراقه الا من طرف يعني سكر واحد، نوع واحد من السكر وهو الجلوكوز، يعني معروف بالاسم العلمي ديالو اللي هو الجلوكوز، يعني كتخلي الدماغ كيستافد من هذا النوع الواحد اللي كيدخل ليه اللي هو الجلوكوز، وبالتالي كتخليه ينشط بطريقه صحيه ويؤدي الوظائف ديالو بطريقه صحيه، وكيستافد بواحد الكميه كبيره من الاكسجين، وكتخلي يعني حتى الدماغ كعضو وراه هو يعني مهم انه يتنفس ويستافد من واحد مصدر الطاقه اللي هي الجلوكوز. ولا قلنا يعني الدماغ فهو يعني تنعتبره هو الرئيس ديال الجسم، يعني هو تيعطي الاوامر وعلى الاعضاء يعني تنفذها، يعني ملي كنقوموا بتنشيط الدماغ بطريقه صحيحة عبر الرياضة يعني تنشطوا يعني بالموازاة يعني مجموعة من الوظائف اللي كتقوم بها سائر الأعضاء ديالنا. إضافة إلى ذلك الرياضة كتعمل على تجديد يعني جميع الخلايا الجسم، لأن ملي كتوصل لنا يعني واحد الكمية مهمة من المواد الفعالة ومواد غذائية وكيوصل لنا الأكسجين، يعني الخلايا كتقوم بتجديد نفسها، يعني يتم يعني التخلص من الخلايا يعني القديمة الميتة، ويتم يعني تجديد يعني الخلايا الجسم بأكماله، يعني ملي كتجدد يعني الخلايا حتى الجسم كيقوم بالوظائف ديالو على أكمل وجه. بالإضافة إلى ذلك الرياضة كتخلي يعني كتقينا من مجموعة من الأمراض اللي من ضمنها السمنة والسكري ومجموعة يعني من الأمراض واللي كتتعلق بالخلل الهرموني،
لان تراكم مثلا الشحوم بالاورده يعني الدمويه او لا بالانسجه ديالنا او لا في بعض الاحيان كتراكمينا هاد يعني الشحوم يعني الضاره كتراكمينا في واحد المستقبلات اللي هي خاصه بالهرمونات. وملي كتم يعني التثبيت ديال الشحوم في مكان اللي هو خاص بالهرمونات يعني حنا الجسم ديالنا ما كيستافدش من هذوك الهرمونات. مثلا كنذكروا من بين هاد الهرمونات هرمون الانسولين، يعني ها يعني الخير ها هو الجسم يعني ديالنا كيفرز كميه مهمه من الانسولين، ولكن ملي تيمشي يعني باش كيتثبت في المستقبلات ديالو في الاعضاء اللي خاصو يستافد منهم الخلايا ديالو، يعني ما تيلقاش دوك المستقبلات يعني جاهزين، كيلقاهم يعني ديجا تثبت فيهم يعني الشحوم، يعني ما تلقوموش بالاستفاده من هذا الهرمون. ومجموعه يعني من الوظائف الجسمانيه ديالنا كيعني كتعطل، وكيوقع يعني واحد الخلل وظيفي في اجهزه يعني ديال الجسم ديالنا كله. يعني ملي كنتم تعطيل واحد الوظيفه في الجسم فيتم بالموازاه تعطيل يعني مجموعه من الوظائف اللي عندها علاقه ومرتبطه بهذه الوظيفه. كما ان يعني الرياضه كتخلي يعني الرئه كتعمل بواحد الشكل يعني اللي هو صحيح، يعني عند بذل الجهد يعني حتى الرئتين ديالنا الحجم ديالهم تيكبر باش كيدخل واحد الكميه كبيره من الاكسجين، وكتدرب يعني الرئتين على واحد على التنفس بالطريقه الصحيه. مثلا حنا في العدد ديالنا يعني كيتم الاستنشاق من في بعض الاحيان من الانف، في بعض الاحيان من الفم، يتم الاستنشاق في بعض الاحيان من الانف، في بعض الاحيان من الفم. يعني هي الطريقه الصحيه ديال التنفس هي ان الواحد خاصو يتم الاستنشاق من الانف يعني بهذه الطريقه، ويتم الاستنثار من الفم، يعني كيخرج يعني ثاني اكسيد الكربون من الفم. ملي كنستنشقوا يعني الاكسجين من الانف كيتم يعني دخول واحد الكميه كبيره من الاكسجين اللي كتكون يعني كيستافد منها الرئتين بشكل اكبر دون نقصان والمده اطول، ماشي كيف ما كنديروا يعني عاده يعني الاستنشاق والاستنثار يعني بطريقه غير صحيه. وملي تنقولوا يعني كتنشطوا يعني الرئتين فهي يعني عندها علاقه بالقلب، كتكون واحد التبادل ديال الاكسجين بيناتهم وتبادل ديال ثاني اكسيد الكربون، يعني يتم اعطاء يعني القلب الاكسجين، وبالتالي يعني اعطاء يعني القلب للرئه ثاني اكسيد الكربون الذي يتم الاستنثار ديالو. يعني مجموعه يعني من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. دوينا على فوائد رياضتنا حلقات يعني معاك، ما سخيناش كلامك ولكن غنرجع لك مره اخرى. ودابا غنمشي احد المستفيدات هاجر. السلام عليكم هاجر. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف كتلقاي راسك دابا؟ الحمد لله. اولا كنشكروا الدكتور محمد الهاشمي على هذه المبادره اللي كتفيد الصحه ديالنا، وبصفتي انا العمل ديالي يعني كيطلب مني اني نبقى جالسه النهار كامل، يعني هذه مبادره مزيان انه جاب لنا هذه حتى لمكان العمل، يعني تاخذي ساعه من وقتك وتبقاي تمرني، منها انك تلقاي افكار جديده بصفتي انا مونتيرا، كنلقى افكار فنيه وانا كنت مرن، وهذا شيء جميل. وشكرا. يعني في نفس الوقت كتخدمي الصحه ديالك واللياقه البدنيه ديالك، وفي نفس الوقت كتخرجي افكار فنيه اللي تضيفيها بحكم ان العمل ديالك هو كيعتمد بالاكيد على كل ما هو فني. نعم بصفتي كما قلت لك العمل ديالي كيطلب مني اني نبقى جالسه، يعني هذا شيء زوين اننا نبقاو نتحركوا ومفيد للصحه، وكنعرفوا ان الرياضه مفيده. صافي نخليوك تكملي الرياضه ديالك وبالتوفيق في العمل ديالك. شكرا. دكتور غنقاطعوا الحصه الرياضيه ديالك وناخذ منك بعض المعلومات. اهلا بكم. كلمه عن هذه البادره. والله هذه بادره ممتازه جدا من سعاده الشيخ محمد الهاشمي، طبعا بالنسبه للموظفين اللي في الاداره وبالنسبه ايضا للعاملين اللي موجودين تبع شركات الهاشمي. هذا الجهاز طبعا بيعمم على جميع الادارات وجميع الادارات بحيث ان بيعمل عمليه تنشيط للموظف، بيحس ان هو فتره من الفترات على مدار اليوم طبعا بيكون ذهنه وفكره مشغول طبعا بعمله،
فبياخد نوع من الاسترخاء شوية والرياضة. الرياضة بتدي طاقة، بتدي تجديد وحيوية ونشاط للجسم، يقدر يكمل باقي اليوم. فادي مبادرة طيبة جدا، مشكورة على الدكتور محمد الهاشمي. والله احنا لو هنيجي نتكلم عن الرياضة بشكل عام فهي هتاخد حلقات وحلقات وحلقات كتير جدا ومش هنوفيها حقها. فأبسط حاجة احنا نتكلم عليها طبعا كمصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فأصبحت الرياضة هي منبت أو منشأ للجسم إن هو يقوى على مداومته ونشاطه في الحياة. دي حاجة. الحاجة التانية، الرياضة طاقة. الجسم دايما بيحتاج لطاقة، الطاقة دي علشان الجسم يقدر يتابع نظامه اليومي ويتابع نشاطه ويتابع حيويته لازم يكون في ممارسة رياضة. مش شرط الرياضة العنيفة أو أي رياضيات أو أي رياضة لا يقوى على جسم الإنسان، ولكن عبارة عن رياضة، ممكن عبارة عن مشي. فالمشي لوحده رياضة، بيديني طاقة، بيحرق الجسم السعرات الحرارية اللي فيه. وفي هذه الأثناء كتحضر معنا زينب من بعد ما قضت تقريبا 3 سوايع في العمل، فحست شوية بتعب وهكا وحبت أنها تجدد النشاط ديالها. زينب باش كتحسي؟ السلام عليكم. مزيان صراحة، الواحد من بعد ما واحد كيتشحن بواحد الطاقة سلبية في الخدمة والجلاس النهار كامل، كيجي باش كيهرس داك الروتين، تيتشحن بواحد الطاقة إيجابية وتي فهمتي تيجدد الطاقة والحيوية ديالو. زينب بحكم ما شاء الله انت راه انسانة رياضية، فشنو النصيحة اللي كتنصحي؟ المهم ولكن بين القوام باقي عاطي. بفضل الدكتور الهاشمي رجعنا ليامات النشاط الحيوية والرياضة، فهمتي صراحة بادرة طيبة ومشجعة الناس على الرياضة، ويحيدوا كننصحوا الناس يحيدوا العجز وديما يلقاو وقيت فين يديروا الرياضة. حنا بحكم كنخدموا سيمانة كاملة، تتقول السبت والحد يلا تنقضي فيه شغالات، هاد القضية ديال ساعة وسط العمل جات زوينة بزاف، يعني في صالحكم. صالحنا فخكم ونخليوك تكملي التمارين ديالك. نجي لك دكتوره سعيده، حنا كيف تكلمت زينب قالت لك ان وقتك كثير كدوزو وهي باركه، فاكيد حنا كنعرفوا ان البرو كيأثر على العضله، كيأثر على الرقبه عفوا، كذلك كيأثر على الظهر، فكيكون له تاثير سلبي وسلبي بزاف. فالرياضه حتى هي وسيله من الوسائل اللي كتخلي العضلات شويه كترجع ديك الحيويه ديالها. فشنو اللي ممكن تقول لنا على هذه النقطه؟ بطبيعة الحال يعني هو الجلوس، سواء الجلوس لمدة طويلة أو الوقوف لمدة طويلة، هذا كيأثر لنا على الهيكل العظمي ديالنا يعني السكوليت أوسوز، وتيأثر لنا على العضلات ديالنا بطبيعة الحال. يعني سواء كيف ما قلت لك، سواء الجلوس يعني لمدة طويلة أو الوقوف لمدة طويلة، يعني كتبقاي في نفس الوضعية الميم بوزيسيون كتبقاي فيها يعني واحد المدة طويلة. يعني هي نورمالمون الواحد ملي تيكون مثلا جالس وتيقوم بالأعمال ديالو مرة يعني كل ساعة ولا كل ساعة ونص خاصو ينوض يتحرك حتى الدورة الدموية تنشط، وحتى يعني ذوك الأعضاء ما كيولفوش ديك البوزيسيون، وتوقع لنا تراكب في الفقرات أو تراكب في بعض يعني الجهات في يعني في السكوليت ديالنا ما تيكونش بطبيعة الحال. يعني مجموعة من الناس حنا كنسميوه يعني بال يعني المصطلح العلمي ليغني، كتكون ليغني ديستال يعني على المستوى، كتكون ليغني يعني لومبيغ، يعني كيسميوه يعني عامة بالمغرب كيقولوا ليه الفتق، يعني كيكون يعني واحد العضو تيخرج على المكان الأصلي ديالو بهذيك يعني الوضعية اللي تنبقاو فيها حنا مطول. مثلا الواحد جالس في المكتب ديالو وحامي الرأس ديالو على البيسي، يعني هنا تتكون عنده ديك ليغني. مثلا الواحد اللي تيبقى يعني واقف مده طويله بدون انه كيغير يعني ديك الوضعيه ديالو مره تتوقع ليه هذه ليغني لومبيغ، كتكون يعني ليغني في مجموعه من الاعضاء، يعني الجسم ديالنا يقدر كله كيتعرض لهاد ليغني اللي هي يعني خروج يعني العضو على المكان الاصلي ديالو، مما كيتسبب يعني بعض المرات في مشاكل يعني صحيه اللي هي يعني وخيمه، وحتى داك العضو ما كيتوصلش حتى بالدم الكافي اللي غيساعده يعني على
يعمل بالكيفيه يعني الصحيه، يعني ملي كنقولوا يعني عضو خرج من المكان ديالو يعني هذا ماشي صحي، وهذا يعني الواحد يعني دائما خاصو ما يبقاش يعني جالس لمده طويله في نفس الوضعيه. وهذه المبادره يعني كنشكروا عليها يعني الدكتور الشيخ الهاشمي، يعني هي كتمكننا اننا مره يعني نبدلوا يعني الوضعيه ديالنا ونجيو يعني نديروا تمرين ولو لمده 15 دقيقه ولا 10 دقائق. المهم ما نبقاوش يعني واحد المده كبيره اللي غنخليو فيها مثلا سكوليت يعني اسس ديالنا، يعني ما يبقاش على ديك لا فورم يعني اللي خلق بنا الله يعني سبحانه وتعالى. يعني ضروري نحافظوا على ديك الكينونه والهيئه الطبيعيه ديالنا، اما يكون تراكب او لا هذاك ليغني يعني كيشكل يعني واحد الالام مبرحه لدرجه ان الانسان كيقدرش يؤدي العمل ديالو على اكمل وجه، كيمشي منهك للبيت ديالو والاسره ديالو بالالام اللي عنده في الرقبه ديالو ولا في الظهر ديالو، يعني ما تيقدرش يعني يؤدي حتى الواجب سواء في العمل او الواجب الاسري. وهذا الشيء يعني عنده يعني اعراض سواء جسمانيه سواء نفسيه سواء يعني اجتماعيه، يعني مجموعه يعني من الـ يعني النتائج اللي هي وخيمه وسيئه. وحتى العضلات ديالنا الى ولفناهم يعني دائما واحد يعني الوضعيه، حتى دوك العضلات ما تيبقاوش يعني شادين هذاك لا فورم ديالهم يعني ناتوريل، ما تيبقاوش يعني داك الشد في العضلات، كيكونوا دي فيبر اللي مكونين منهم العضلات هما اللي تيكونوا يعني كيشكلوا بحال واحد الجدار اللي كيخليو يعني العضلات عندهم هاد لا فورم، سواء العضلات ديال الكتفين سواء العضلات ديال الذراع او العضلات ديال الساقين. يعني هاد العضلات الى مشى حتى وقع فيهم واحد الارتخاء ما تيكونش عندهم يعني ديك الطاقه ديال التحمل انهم يهزوا لنا ديك السكوليت اوسوس ديالنا كيف ما الامر طبيعي. وملي يعني العضله كترخى والعظم حتى هويا ما كيلقاش هذاك الحامل ديالو اللي كيساندو باش يبقى في الوضعيه ديالو، حتى هو بالتالي كينحرف على الوضعيه الصحيحه ديالو وكينحرف من المكان يعني الصحي ديالو، وكيشكل لنا سواء يعني تراكب في الفقرات او لا تراكب يعني في العظام اللي كتشكل لنا مثلا في العظام ديال الكتف او في الذراع. وهذا كيؤدي يعني لواحد يعني واحد الاوجاع اللي هي وخيمه ما كيحس بها الا اللي كيعاني من هذا يعني من هذا المشكل هذا. وتيجيو يعني حالات اللي كتعاني من هذا المشكل يعني اللي كتبقى تحكي لك، يعني هو مشكل بسيط الواحد يحيد من ديك الوضعيه مره ويمارس الرياضه لمده 10 دقائق او لا غير من رياضه المشي. يعني حتى لما كانوا هاد الوسائل عندهم في المكتب على الاقل تنوض يعني السيده اللي كانت يعني جالسه في واحد المده طويله تنوض تمشي ولو لمده 10 دقائق. المهم انها كتبدل هذيك الوضعيه اللي هي فيها فوالا، يعني كيتم يعني تنشيط الدوره الدمويه وتنشيط العضلات باش ما يكونش هناك ارتخاء، لان هذا الشيء كيترتب عليه يعني واحد الاوجاع اللي هي مبرحه واللي ما نبغيوها حتى شي مسلم في ارض الوطن ان شاء الله. طبعا بالنسبه للرياضه فهي عامل اساسي بالنسبه لاستدامه الحياه بالنسبه للانسان طبعا، دي حاجة. الحاجة التانية فايدة الرياضة بالنسبة لجسم الإنسان، أي واحد عايز يخس يلعب رياضة، أي واحد عايز يتشافى ويتعافى من بعض الأمراض اللي هي حتى ممكن الكانسر نفسه في حد ذاته برضه عن طريق الرياضة. ممكن أي حد يسأل أي دكتور بعد العمليات الكبيرة ينصح دايما بممارسة الرياضة. أول حاجة قبل التغذية ممارسة الرياضة، لأن الرياضة هي اللي بتعيد للجسم الحيوية والنشاط والطاقة بتاعته، دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز يخس يلعب رياضة، زي السيارة بالظبط، السيارة لو مليناها بترول لازم تتحرك علشان تحرق البترول اللي موجود فيها. الإنسان بياكل طالما ما فيش حركة ما بيحصلش حرق للسعرات الحرارية اللي موجودة، ما بيحصلش تخسيس، طبعا تراكم، دي حاجة. الحاجة التانية أي حد يسأل والده أو والدته أو جده أو جدته زمان ليه ما كانوش بيشتكوا من الأمراض رغم أنها موجودة عندهم، يعني السكر ده مرض من قديم الزمان لكن ما حدش كنا نعرفه إلا في خلال الفترة لا لأن ما كانش فيه فحوصات كتير عشان أعرف أن أنا عندي نسبة سكر، فالناس كانت متعايشة معاه، بتتعايش مع السكر بدون أدوية بدون أي شيء عن طريق التغذية الجيدة وعن طريق الحركة. أي إنسان طبيعي عنده حتى لو سكر هينظم أكله،
هيلعب الرياضة أو يمارس الرياضة أو يمارس الحركة يمارس النشاط هينزل عنده السكر بمعدله الطبيعي زي الإنسان عادي بالظبط. لكن إحنا النهاردة بناكل مفيش حرق للطاقة، مفيش حرق للجسم، مفيش حتى قوة ونشاط وحيوية. زي ما بيقولوا أنا باخد نشاط، حتى الإنسان لما بيكون تعبان وبيلعب طاقة جسمه بيتحرك، الدم بيرجد في جسمه، بيتحرك في جسمه، بيديله طاقة، بيديله نشاط، بيديله حيوية. هادي طبعا مجال، نتكلم عن مجال الرياضة مجالها كبير جدا، تاخد حلقات وحلقات إن شاء الله بإذن الله تعالى في حلقات قادمة نتكلم عليها بصفة مستفيضة إن شاء الله. خصوا حلقات نتكلموا على الرياضة ومنافع الرياضة وكل الرياضة والمنافع ديالها. دكتور شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي عطيتينا، ونطلبوا منك طلب آخر، نصيحة للمشاهدين. نصيحة للمشاهدين: تنظيم التغذية الجيدة. طبعا كان في حلقة امبارح قدمها سعادة الشيخ محمد الهاشمي عن التغذية الجيدة، طبعا كانت حلقة ممتازة جدا. هذه أول حاجة. ثانياً الرياضة، يعني التغذية والرياضة متلازمتين لبناء جسم قوي صحي خالي من الأمراض سليم، يقدر يتواصل معنا في الحياة بقوة ونشاط وحيوية وهمة. شكرا مرة أخرى لك دكتور، ونخليك تكمل الرياضة ديالك. عن آلة الجري رضا. السلام عليكم. هي كفكرة جات من عند الشيخ تقريبا في آخر مرة كنا في شعملنا المشي للقدرة والتحمل، وكان الشيخ اقترح بأنه يدير شي آلة رياضية في المكتب بالنسبة للموظفين، نظرا لأن الموظفين كيبقاو طول اليوم هما في المكاتب ما كيتحركوش وما كيبدوش أي مجهود في حركي، لهذا اقترح فكرة الشيخ بأن نجيبوا هاد الآلة الرياضية. ومشيت أنا تكلفت باش نحضر هاد الآلة الرياضية هنا للمكتب، وشفنا بأن الآلة الرياضية هي المناسبة نظرا لعلامتها التجارية المعروفة عالميا ونظرا للعديد من التخصصات ديالها والمردودية الصحية عليها. كان ممكن يجيبوا آلة رياضية أخرى بحال البيسيكليت البيكالا الدراجة، لكن فاش سولنا المختصين لقينا دي أحسن آلة للإنسان يقدر ياخذها ويقدر الموظفين يستعملوها مزيان. المنافع ديالها اكيد انا الناس ملي كيشوفوها كيقولوا ربما الاستعمال ديالها معقد، وهي بالعكس سهل وبسيط. الاستعمال ديالها سهل، فيها هي متطوره شويه من الالات الحديثه الجديده اللي فيها بروغرام، يعني كل واحد كيخدم بروغرام، مش اي واحد، كاين اللي على حسب الوزن، كاين اللي وزن عنده ضعيف شويه كيبغي يطيح شويه كيدير واحد البروغرام، كتكون ديال لافيتاس ديالو طالعه شويه، كاين اللي كيكون عنده الوزن ثقيل حتى هو كيخدم واحد البروغرام، ثاني فيها واحد البروغرام كتبان لك طاب تقدر تطلع من الفوق. ممكن تدير تجربة، هاي هذه كتحكم في الانكلي ديالها في الطلوع ديالها، زي ما انك كتكون كتجري في شي جبل، هذه كتطلع كاين وما حد كتطلع وكتقاد لافيتاس ديالها، كاين عند ثاني هادو كيحبسوا كيحسبوا النبضات ديال القلب ديال الانسان، كتطلع عندك هنا في ليكرون ديالها، هذه كاين عاوتاني ديال لافيتاس، وكاين ديال البروغراماسيون ديال المود. يعني كتشوف ان فيها مجموعه ديال الاختصاصات، وفي هذا ديال الكلي، هذا ديال بالنسبه للسيكوريتي، يقدر شي واحد يدير واحد لافيتاس باش تقدر تكون طالع عليه ويقدر يطيح، ولا طاح يقدر يتنكسر بالسرعه اللي كتكون غاده. هذا كيربطوا الانسان كيربطوه هنا في الملابس ديالو، ان فوا كيطيح كيتحيد كتوقف اوتوماتيكمون، هذا كيتسمى كلي امان ديال الامان. هذا يعني يعني فيها امان سيكيورتي، شحال من واحد كان طراني في بالنسبه للالات القديمه كتكون خدامه بواحد لافيتاس ديال 50 كيلو ديال 15 كيلومتر. كبر كبلك وكيخدمها وقت تكون غادي بواحد لافيتاس ديال 15 كيلومتر، كي فقد التوازن كيقدر يطيح، من يطيح على وجهه هنا هو تبقى خدام، يعني خطر عليه. هذه كيركب الانسان في الملابس ديالو هنايا، يعني انفوا يطيح ولا يطرى لي اي حاجه كتنطر كتوقف اوتوماتيكمون. رضا شكرا على كل هذه المعلومات. سؤال اخير، شنو نظرك في هذه الفكره؟ فكره نادره ما غتلقى بحال الفكره، تلقى لنا صاحب عمل كيعطيك واحد ساعه من الوقت ديال الدوام، ماشي من خارج وقت الدوام، قال لك خذ ساعه من الوقت ديال الدوام ديالك، من وقت العمل ديالك خذها فوق ما بغيتي وتريني وحافظ على صحتك. تقريبا هذه راه كنشوفها في الكوكب ديال اليابان، من غيرها ما غنشوفهاش في المغرب هنايا ولا شي بلد عربي. يعني ماشي قال لك خذها تسالي شغلك تسالي خدمتك، يعني عطاك ساعة من وقت الشغل ديالك، ساعة قالك سير تريني فيها تريد فيها، حافظ على صحتك، حافظ على هذه. يعني كفكرة حلوة، مبادرة مشجعة، ونتمنى وقاعد تعمل في جميع الشركات إن شاء الله. إن شاء
الله. شكرا لك رضا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا احنا الان بمكتب الدكتوره الصيدلانيه ساره مرشد الادريسي، اهلا بك دكتوره. شكرا، اهلا بكم، مرحبا بكم معنا اليوم. دكتوره، الفكره منين جات انكم تحضروا جهاز رياضي يستافدوا منه جميع العمال؟ هي بادره ممتازه وحسنه، ويعني فكره رائعه بزاف، فمنين جات لهذه الفكره؟ نعم، بالنسبه للفكره ديال اللي هي فكره ناجحه الحمد لله، واللي يعني ارتاحوا فيها الموظفين بزاف، وان شاء الله هذيك كما احنا قلنا اليوم هذه خوفا على الصحه ديالهم وعلى السلامه ديالهم وحفاظا كما قلت على صحتهم. فاولا الفكره جات من كنا كنديروا ماشي القدره، طبعا احنا كيف ما شفتوا معنا وشافوا معنا مشاهدينا الكرام، درنا الماشي القدره في مجموعه من العواصم الدوليه وشاركوا فيها بزاف ديال الناس، سواء من الموظفين معنا سواء ناس يعني غير كيلتحقوا بينا كيشوفونا كيتمشاو، يعني كتعجبهم الفكره وكيلتحقوا بينا. واخرها وحده درناها يعني اخر ماشي القدره اللي درناه في هنا في الدار البيضاء في العاصمه الاقتصاديه في المملكه المغربيه، واللي شاركوا معنا كل يعني عشرات الموظفين، كل كاع الموظفين اللي معنا في كازا وكذلك من المدن الاخرى. وكنا كنهضروا يعني كننصحوهم كنشرحوا لهم الاهميه ديال المشي، وكانوا مقتنعين الحمد لله، يعني ما شاء الله كلهم مقتنعين بان الرياضه وبالاهميه ديالها، وكلهم شاركوا معنا سواء بمداخلات سواء بالمشي، ومشينا مسافه يعني طويله وكل شيء تحملها. فاقترحنا عليهم انه يكون يعني الرياضه نديروها بشكل يومي، ماشي بضروري بحضور سعاده الشيخ ولا يعني تكون خص يكون يوم رسمي اللي نجمعوا فيه كاملين، بالعكس احنا نقدروا نديروها يوميا. وترحبوا بالفكره وفعلا طبقها سعاده الشيخ، يعني طبعا هو صاحب الفكره، وطبقها في اليوم التالي يعني سالينا في الليل، غد ليه جاب لنا الاله وحطها لينا هنايا، وبدينا كنديروا لهم النظام يعني كل يوم ساعه لكل فرد، كل واحد كيدير ساعه، والحمد لله شاركوا يعني البنات والشباب وكل شيء شارك معنا وفرحوا بها بزاف. على حسب الحوارات اللي جيت معاهم انه فرحوا كيف قلتي بزاف، وحسوا براسهم بنشاط اكثر بحيويه اكثر. في الاول كان شويه، ولكن انفوا كيطلعوا فوق الجهاز وكيبداو كتلقى الفكره تغيرات. فكرة تغييرات، وهذا سهل عليهم حتى هما، يعني بأن بالنسبة لواحد اللي عنده 8 ساعات ديال الخدمة وما تيلقاش الوقت باش يمشي لقاعة الرياضة باش يدير انخراط في القاعة الرياضة، ولا باش يمشي يعني كيخرج من الدوام باغي غير يمشي للدار ينعس يرتاح، فحنا دخلناها اليوم وسط ساعات العمل. وكما نقولوا حنا الشركات اغلبيه كتلقاي الناس معصبين وما باغيش يجي للخدمه وستريسي، ونهار كامل هو جالس على البيرو ودارني عنقي دارني ظهري، فحنا كسرنا هذا الروتين. والحمد لله يعني يمكن حنا الشركه الوحيده اللي دايره هذه القضيه هذه، يعني كتجي تخدم وتنوض دير الرياضه ديالك وترجع تخدم، فهذا كيخليهم حتى هما. يمكن تكلمات زميلتي الدكتوره سعيده على الاهميه ديال الرياضه، فهذا يخليهم هما يعرفوا اهميه الرياضه ليهم يبدلوا حتى دماغهم، يعني انتي كديري الرياضه وانتي كتبدل كاع الافكار السيئه كتحيد من بالك، كتنفسي مزيان حتى وكان عصبتك شي حاجه بعض المرات، يعني احنا كنعرفوا شي حاجه كتعكس في الخدمه ولا حول ولا قوه الواحد يدير مجهوده، وبعض المرات تتعصب عليه شي حاجه فكتنوضي ديري ديك الساعه كترجعي بحال مشيتي خرجتي وعاودتي رجعتي عاوتاني للخدمه. نعم حتى الوجه الوجه عفوا كيتنور وكيتبدل وكتحسي بالدم كيسري، وراسك يعني حتى هو كتحسي بواحد الدوره الدمويه في الذات ديالك كامله كتحرك، فهذه يعني بادره طيبه بصراحه، وكتخلينا كما نقول لك عارفين احنا قصه المكتب وخدمه المكتب كيفاش كدير الكرسي نهار كامل الظهر العنق ديالك البيسي نهار كامل وانت حال في عينيك، فهذيك كتخلي شويه تكسري هذا الروتين وتبدلي شويه من يعني من ستريس ديال الخدمه. فاحنا الناس كيجيو يستريسوا في الخدمه، لا حنا كنديستريسيو وكنحيدو ستريس، حتى اللي عنده شي مشاكل في الدار كيجي يحيدها في الخدمه، وهذا الحمد لله يعني عطى نتيجه، وكنشوفوا حتى الناس كيجيو الخدمه وهما فرحانين يعني ما كيجيش مبزز عليه، وعرفوا بان هذا لصالحهم حتى هما وصحتهم، وهذا كيحميهم يعني على المدى البعيد، يعني ماشي غير دابا يقدر الفوائد هما ما يشوفوهاش دابا، سي فري كيبانوا شي حوايج انا مرتاحه نفسيا وكذا، مي من بعد غيحمي راسهم يحميو راسهم بزاف المشاكل. وحنا عارفين الاضرار ديال امراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط والسكري، الامراض اللي ولات شائعه بزاف بسبب قله الحركه وقله الرياضه. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات.
ونزيد من بعد انا مازال ما بدات الرياضه ديالي اليوم ان شاء الله. انا من الصباح وانا جالسه في المكتب، دابا غادي نمشي ندير حقي حتى انا. ضحى عييتي شويه؟ لا عادي، في الاول البارح جاتني شويه صعيبه ولكن دابا ولفت. جاك الحال؟ لا مزيان اللهم، بعدا ساعه وتحرقي في هذوك الدهون ولا ما نديريهاش كاع. ايوا بالتوفيق ضحى، نخليوك تمشي للعمل ديالك. واللي لاحظنا دكتوره ان حتى الناس ولاو كيجيبوا يعني لباس رياضي ديالهم باش عارفين هنا حبوه وكيحسوا بها يعني ترفيهيه، بحال تقولي ترفيهيه، انت كتخدمي وكاين رفاهيه في العمل. هاد المنبر نتمناو جميع ارباب العمل يعني نهجوا هاد النهج اللي نهج الشيخ الهاشمي باحضار هاد الجهاز اللي كيف كنقولوا كيحيد الاجهاد، كيحيد عفوا الاجهاد، وكيرياح وكيعطي واحد الطاقه ايجابيه وكيخلي حتى الناس يعطيو حتى مردوديه اكثر في العمل. وماشي ضروري اللبس الرياضي، يعني الواحد قد حتى باللبس ديالو عادي يعني يقدر يدير الرياضه ديالو ويرتاح. انا عادي جايه يعني ما لابساش ما جاهزاش، ولكن يعني ساهل بالنسبه للرياضه، فهادي حاجه في العود ما تمشي ما عندكش الوقت فاش تمشي، ما عندكش الوقت فين تمشي لاصال دو سبور، يعني عندك كل شيء هنايا قريب ليك. دكتوره ساره، نصيحه للمشاهدين؟ نعم، نصيحه عامه هذه لكاع الناس اللي كيشاهدونا فوقاع، يعني اللي كيشاهدنا يبلغ اللي ما كيشاهدناش. فالرياضه فهي مهمه، مهمه بزاف، يعني نحميو بها راسنا ونحميو بها وليداتنا ونحميو بها والدينا. خصها تكون عندنا ثقافه يعني ندخلوها في حياتنا يوميه، يعني تكون حاجه روتينيه، بحال انا كيفيق الواحد كيفطر كيمشي للخدمه حتى الرياضه يدخلها في النظام ديالو اليومي، لانه كما قلنا فهي كتحمي الجسم من بزاف ديال الامراض، ومن خصوصا حنا كنشوفوا الامراض المزمنه اللي ولات دابا، السكري وامراض القلب والشرايين. فنحميو نفسنا قبل ما نوصلوا، يعني كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج، قبل ما نوصلوا، قبل ما نمرضوا، قبل ما نوصلوا للاج اللي ما يبقاش يقضي فيه هذا الشيء. وكنتمنى الصحه والعافيه للجميع يا ربي، وتكون هذه تجربه ناجحه وتطبق في مراكزنا. نعم اكيد، وان شاء الله غنطبقوها في مراكز اخرى. مشاهدينا كنتمنوا انكم تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه معنا، وما تنساوش ان مفتاح الصحه والتوازن النشاط والحيويه راه كاين في الرياضه. الى اللقاء.